المتضررين ديال سوق لك العفاريت، التولية العماسة ديال الكاروت ديالي وفصلوه وباعوه لمالي الله في راي في دواري زيكي، لقيتو عندهم باعوه بربعة كربعة داك وعشرين ألف ريال، أنا شاري الكاروت بثمانين ألف، أييه لقيتهم باعوه بربعة وعشرين ألف، مني سولت السيد قالوا لي راه جاب المخازنية هما اللي باعوه بربعة وعشرين ألف ريال لمالي الله في راي، راه معايا ماهيش بيه أسرة، عندي ربعة جاولة البنيات عندي. راه أربعة جاو البنية دابا راه ولي دابا هي قاعدة راه ما باقي لقينا حتى ما ناكلهم دابا نيت، تنصور واحد 70 درهم 80 درهم 60 درهم كل نهار ورزق الله. ودابا؟ دابا ولي ثاني قاعد ما باقي لقيت حتى ما ناكل أنا، دابا راه قاعدين تنتوفوا راه ما بقينا نتلقوا هذيك المرة ونمشيو ونقعدوا تنتقاتلوا معاهم. هادشي اللي واقع علينا دابا راه حنا دابا مجمعين دابا. السلام عليكم أخويا، أنا يا خويا مشى ليا كارو. قبضوه لي انا تنترسق به على الله، مرات تجيب الله 70 درهم 60 درهم تنفرقها انا وديك البهيمه، هي تاكل نص وانا تناكل نص، عندي اخويا 8 نفوس انايا في الدار، عندي المراه والوليد امي وجوج خواتات والوالد، الوالد دابا حاليا جراو عليه من الخدمه انا اللي معزهم، دابا مشى لي اخويا داو لي كارويا، ملي داو لي اخويا دزت مشيت لسميتو لا فيراي تتلقى اخويا كارويا تيبيعوه، خويا المخازنيه قاعدين شحال باعوه باعوه ب 26 ألف. من جيت بغيت نشوف علاش اخويا التورية جايبينه في الكاميو تاع الجماعة، علاش الكاميو تاع الجماعة يعطي لك الحاجة ويجيبها لك يبيعها، تنعرفو حتى ويتيو للحجز ما يتيوش يبيعوه، علاش ما يتيو واخا يبيعو لي ذاك الكارو، واش هذا هو حق الإنسان وحق البنادم وحق فينا يا خويا الحقرة في هاد البلاد هادي هي هاد الكارو اخويا أنا دابا في عمري 27 سنة، من نهار حليت عينيا وأنا في هاد الحرفة هادي، ما عندي خدمة ما عندي قراية ما عندي حتى لعبة والو، خوك هادي بوبري ولد باب الله، مرة يجيب الله مرة ما يجيبش الله. انت شقات الكرة ما عندي باش نعيش، هو باش عزنا العائلة، اش بدي تشرى خويا راه الحقرة في هاد البلاد هادي، الله يدير لنا شي تاولت الخير منها وصافي، ولا يحللنا خويا الحدود نحزقوا في حالتنا من هاد البلاد هادي، نتو ولادنا ونتو والدينا ونتو عائلتنا ونزيدوا في حالتنا من هاد البلاد هادي. أنا أحد المتضررين من هاد الفراشة وهاد الباعة تاع سوق العفاريت، أنا كنت إكسوبتيك يعني نطراتي سابق، وبسبب عدم تسوية الوضعية القوانين ووضع قوانين جائرة اللي قصات هاد الناس هادو اللي ماشي ديبلوميين كثر من 7000 واحد تقصاو، فانني خرجت نتقلب على لقمة العيش هنا في سوق العفاريت، فاذا بي كنخدم واحد الشهر ولا هو شهر ونص حتى كنجي كنلقى السلطات كتمنعنا بصفة نهائية. واللي بغيت نقول فواحد الإشارة أخرى، الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، راه هاد الناس هادو اللي كيجيو كيمنعونا راه حتى حنا كنعرفوا الأسرار ديالهم وكنعرفوا الخوار اللي كيديروا، راه ماشي غادي تجي دولي دول وغادي تشد 12 مترو حتى تمنع الناس من الشانتي، وغادي يجوا القهاوي في الاحباس يستوليو على الطريطوار، واش هادشي ما في خبارش المخزن في خبارهم غير هاد الفراشه هادو؟ راه حنا راه كاين ناس اكاديميين وناس مفكرين جاو يفرشوا جاو يتواضعوا غير ساكتين، حنا هنا كنشوفوا الناس المخازنيه ما كيديروش خدمتهم، كيجيو الناس كيجيو المخازنيه كنشوفهم قدام عينينا كيشوفوا الخضاره وسط الطريق ساتين الشانتي ما كيهضروش معاهم، حتو كيتسالم معاه، علاش تسالم معاه الله اعلم، كيتسالم معاهم كيدوزوا في حالتهم. وبنعرفوا واحد القضيه، منين هذا التجمع ديال البيع والشرايه وديال الناس، علاش سياره الامن ما كدوزش من هنا؟ وعلاش السياره ديال القوات المساعده ما كدوزش من هنا باش تثبت بان الطريق راه مسرحه؟ علاش حتى هما كيرجعوا للور؟ واش نتوما كتعمدوا انه باش توقع فوضى باش تديروا الحجه باش تجريوا على عباد الله من هنا؟ إذا كنعرف أنا الطريق كتحافظ الدولة كتحافظ على الطريق، ما يمكنش تسد الطريق، الطريق ما يمكن حتى دولة تقبلها واخا تكون الأمريكان، تحت ما كيقبل سد الطريق، كيفاش قبلتوا أنه الطريق تسد؟ ويبقاو هاد الناس هادو كل ساعة تجي تقول لهم لا كتبلوكي وكاين الناس شكايات، هي فعلا لا تسدت الطريق، راه غادي ينوضوا الناس يشكيو، غادي تنوض هاد الشركة تشكي، غادي ينوض هاد المولوزين يشكي، الناس خدامة هنا، هي حنا عاطرين هاد المولوزين، ماشي واحد جايب السلعة جايب واحد 80 مليون ولا 100 مليون ديال السلعة جاية من كازا غادي يجيب يدخلها للوزين، غادي يلقى واحد تما كيبيع كيلو بطاطا يبلوكي ليه الطريق، راه غادي ما غاديش نقبلوها، لا حنا ولا هما، إذا خصكم تديروا معنا حل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.